إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا يا كتاب العربية بين يديك جزء صدحات حاشية صدح بقولي أفر. أولا الاستيعاب مركورة وفهم جود ولقى قادنا إيو نسكي أما هذا الكائن صومرني والمناقشة إيو يعني ضد علم بارس لغوصهم إيو تدريب واحد ضع واحد اكتا عنوانا هل كده قوصهم إيه مناسبا كوهبون لكل فقرة تدعو كسته ومن فقرات النص هذا الكي تدعيني سكمدا أي مارت قيبة هذا الكوكا كوبنا وما كستوه نقطة الانتهاء لديكو ونبع ذا لديكو الفقرة الأولى تكوبات، الثانية تلبات، الثالثة تستحاد، الرابعة تطافرات، الخامسة تشنات، السادسة تتلحات، السابعة تتطبات، الثامنة تسديدات. فقرات هذا الكو قيبها أولها وصلتها أولها مدبة تدعو سمية أدوغ أحد سمية عنوان العنوان المناسب أدوغو دور. تدريب تاني ليلة كلبات ترتب اسكو هاكاتي الأحداث لعدوينك التالية تأسوس عطا حسب ورودها سيدا يقص أرورتي في النص هذا الكي عن كشي كيني سيدا يقص أرورتي سوو هجاتي أو يعني سوو كله رسوو كله دمسي سوو هذي ألف وحوه ري سفر الولد إن كي أوصفر إلى باريس مجال عاصمة فرنسا للدراسة وحبر صوتي بعد دخول الولد المدرسة كل مدرسة قراءة بلوغي جيم دخول أبي أسجن أبوه تشال كقال الله حري دين كين كيس أقول الله حري دال ولادة الطفل على شرط إن ما هم ركوا ربوا شيء إن كوا شيء إبراهيم لورنشري ها عودة الابن من فرنسا إن كوا فرنسيس كذا صور نقضي واو الابن يدرد والده من بيتي إن كوا أبيه يهو يدي جورجيس كيري يو حاصل تعب على صومري زي خروج الأب من السجن أبوه تشال كذا صوب حي زيارة الأب والأم لولدهما أباها يهو يديو إن كهو دسو سيارتو صوب وغضي حمل الأم بالطفل مركي هو ريسي أوركا هو يدو كقاضي المهير الأب يبيع بيته أبيه وقريس إبنية سيوك الوري مركا أيضا النساء وعاد أولا كرتا طاعتات قالان كرتا حمل الأم بالطفل مركي هو ريسي عراش هو يديو قري هو يدو أوركا كقاضي دالك هادا نكو حكسيه ولادة الطفل المهيرة أو ده شيء ياكو حقي مع بعض هادنا قاضوا دخول الولد المدرسة هادنا يسكول كي أو قلي مدرسة دي أي هادنا كو حقتي انت هاسي مركي داعضي واحكو حقي سفر الولد إلى باريس للدراسة إنان كيو باريس وحبرا شوتكي أي هاكو حقتي واعتا مركي هاكو حقتي أرابي يبيع بيتها أبيه وقرقي يبي يدين كين الكويبي وعاكو سيحكتي دخول أبي السجن أبيه تشال قري أول حري دين كين الله حري وعاكو حكتي عودة الابن من فرصة إنا كوا فرسيس كسوان نغضي وانها أبيه هو يدي صوب السلام وآن ويدين بأون ولا يسمي لا يكونوا لهم با وعاكو حكتي خروج الأبي من السجن أبيه تشال كسوبح مالك أول حرنا أول يميدنا أبوه dabadeedna jeer ka soo baxay marka soo baxay waxa ku xigtay ziyaratul ab wal ummi li waladihima warkiisu bay maqleen dabadeedna xaafad cusub uu degay oo guri waaysan oo qurux badan ka sameystay dabadeedna abii hooyadii gurigii bay ugu tageen maxaa marka ku xigay alaabu iyo durud waalidahimi bayti aabihi inankii oo abii hooyadii gurigiisa jeeriyayba oo ilaa dad waalan saasay soo habaystay تدريب تالي تلالي تستدحات أجيبك الجواب عن الأسئلة سؤالها التالية تصوص عطا باختصار سيكوبا ما مينة صاحب القصة نكا الشيخان القصة أبصنتها محور الشقل يسوأي هذا الكشقين شري يعني وحوها بائع وخضروات خضروات دو يمين شري نكن اثنين كيف كانت حياته وحياة زوجتي سيئة هيد نولوشيسة
iyo nolosha xaaskiisu qabla an yulada waladuma intaan inaan kan u dhalan sidee ahaayeen nolol wanaagsan oo ay ugu mahadnaqaan oo casha waqadaha ay helaan ayay ku noolaayeen talaata bima sa'ara muxuu dareemay aabuhu indama xamalad markay uuraysatay zawjatu xaaskiisu bil waladi ilmahan yani farxan shadiidan ayuu aad u dareemay farxad la yaab leh alfarxatu alcaarima aad u awood badan buu dareemay arbaca kayfa kaana yucaamilu zawjatu siduu ula dhaqmi jiray ninkani xaaskiisa iyo gabadhiisa fiasan alxaml inta uurka lahayd si fiican oo uu shaqayn jiray uu naxariisan jiray waanu ilaalin jiray limaada muxuu ugu shaqayn jiray si aanay ilmuhu uga soo dhicin wuxuu lahaa ilmaha ubadkaa ka raagayo weynaan buu ku dhalay dabeedna wuxuu lahaa bal yani shaqada ilmuhu kaga soo duuli anaa kuu shaqayn buu odhan jiray khamsa kayfa sawara alkaatibu saacata alwilaada siduu u tilmaamay ninka qoraaga ahi saacaddii ilmuhu dhashay wuxuu ka bixiyay tilmaan la yaab leh farxad la yaab leh dhulkii bay qaadi waaye buu leeyay dhulkii bay qaadi waaye inan baa ku dhashay markii la yidhi ayaa maaragtay ayaa ninkii ku dhacday loo dhalay kayfa kaanat sacaadatu farxaddiisu say ahayd wa sacaadatu sawjatii gabadhiisu say ugu faraxsanayd bil mawlidi ilmahan dhalay in alla intuu korayay intu waxbaran oo farxad la yaab leh ayay ku faraxsanaayeen sabca limaada lam yakun alabu yuriidu tacliima waladihi aabuhu maxaan u doonayn inuu inanka waxbaro waxbarashada lama shaclayn isagu wuxuu lahaa dukaanka igala shaqeeyo farsamo ku shaqaysta ha barto waxba yeenaadaaladmo iskuul iyo waxaan ku lugoyne farna gelin mayne waxaa iska bartay ilmuhu shaqaysta isagu lahaa odaygu marka hore dadkii hore u ahaayo ilmuhu wax noloshiisa la soo baxu doonayay gabigiisaba limaada kaanat alummu maxay hooyadu turiid u doonaysay tacliima waladihaina inanka waxbarto inuu horumar sameeyo oo shaqaale dulood noqdo oo magac yeesho oo shaqada aabihii iyo khudradan umiisa ka koro ayay doonaysay iyadu ayuhumaa kaana calaa xaqi keebaa sax ahaa labadooda kee xaqa ku sugnaa sax ahaa limaada muxuu sax ku ahaa dee hooyadu ismaal ha ilmuusan u noqon doonaaye ilma aqoon leh oo waxbarta ha noqdee islahayd markaa fikrada marka leega fikrad saxa bay ahaan kartaa inay inuu ilmuhu waxbarto oo aqoonta ka qayb galo oo qiimo yeesho ay hamigeedu ahaa ma ahayn sidan inanku markii dambe ku dambeeyey hal kaana alabu daciifan ma wuxuu ahaa abuu mid daciifa oo talaysu aad shareecsan tahay amaama zawjatihi marka uu hortaagan yahay xaaskiisa iyo waladii inankiisa inta badan uu ku raacayay talada oo maaragtay talada iyaga ka maruursanayay oo markii hore wuxuu leyay inaan ku darin markii dambe uu ku raacay markuu iskuulka hoose dhameeyey wuxuu yihi tacliin ku filan buu haystaa ha iska shaqayso haddana way ku diiday waa ku dhaaratay haddana iskuul sar u dhameeyey maantana maxaa hadhay buu yihi haddana inanku yahay faransiis baan tegayaa taa uu ka dhaartay haddana way shiirsiiyeen oo islaantaa jiidhay marka inta badan waxaad moodi talada in ay ka maroorsanayaan oo awooddiisu daciif ahayd gaar ahaan de markaa u dambeysay ka maroorso faransiis iyo loo diray ar aanu garanayn waanu aqoonba oo laa ilaahay baan ka magangalaba maxay ahayd buu yihi farasada waxaa sheegaysa baalis waxaa sheegaysa ayo ayaa go-aankiisu xumaaday oo markaa go-aankiisi waa la jeeday oo iyada islaantu la wareegtay taladiiba limaada lam yabara alwaladu waalidayhi inankan muxuu aabihii hooyadii ugu samafali waayey dee mabuu baranba wax maaragtay wuxuu noqday nin iska reer galbeed ah ayuu noqday oo faransiisku naag faransiis ah qaba oo wata oo yacni nolosha wax kaleo ka aaminsan ayuu noqday gebigiisuba hal akhdaa alaabu waalummu miyay qaldameen aabaha iyo hooyadu fii tarbiyati waladiima markay korinayeen ay waxbarayeen ay kaalin gelinayen inankooda yacni qalad lama odhan kare si fiican bay usoo koriyeen naxariis bay kusoo koriyeen laakiin uma abaal gudin sidii loo soo koriyey sidii loogu liseena uma hambayn inanku waa nin lumay ayuu noqday isagu waddada ka leexday isagaa qaladka galay limaada maxaa yeelay iyagu dadaal bay geliyeen la yaab leh tadriib ilaa gurigooda u xaraasheen oo islaantu waxay noqoteen dharka dadka u maydho odaygii in la xidho waxba lafahoodii buu cunay lafahoodii dabeedna isagaasa noqday markii dambe tadriib raabic layliska afraad maalil qaa'il hadalkan yaa yidhi walimaada hadalkan muxuu yidhi waa hadalan soo socda waaxid a anta wadacta ma adigaa dhigay baa lagu yidhi basmataka fartaada fii haadihi alawraaq waraaqahan adigu suulka ba saartay baa lagu yidhi sida ayaa ku yidhi xukuumadda dowladdaa ku tidhi ninkan miskiinkaa eenankiisa gurigiisa u xaraashay tinin idhabaa taga ilaa maqari camalihi xafiiska shaqadiisa maaragtay uu ka shaqeeyo halkaa ugu taga waqaabilaahu halkaa kula kulma hunaaka halkaa sa ayaa yidhi jaariyadii alkhaadima yay ku leedahay ninkan la yidhaahdo ibraahim aabihii hooyadii bay ku leed mana garanayso talaata aturiidu ma waxaad doonaysaa an yakuuna inuu noqdo inankaygu baayaca khadar oo waatay
ما إنه خسرت ديبي أدوني سه سدأي أيدي هو يدي بقتي ننكا ننكا أنا كرري أي قتي ما ننكو إنه ساعة ذكر خسرت دول فديو أي أدوني سه واحد دوني يا إنه وحبرتو أو نقض موظف يعني أوش قي حكومة دي دولة دي ومقع يا ماموس أي أنا دوني ياي أربعة والله العظيم اللي هو يا بان قدرتي لا يكون هذا أنت هسينا يدعين إن باريسك تا فرنسا إن يدعين أبدا ولقد يألهد وأنا حي أنا يقول نولبول سايرنا أضيقة مركون يقول باريس فانتقية باريسة ولله ما كمان قالوا باريس حاسيس ما باريس ما كان يبانو خمسة أريد واحد دونية أن أسافر إلى سفره إلى أوروبا يوروب إلى تجان دونية لأدرس السنة وصبرته المرحلة تحلقة الجامعية جامعاتة وقتك جامعاتة هناك هلك كلمة دانية يدي إن كبير مركي أبوه يدي سكدي هذا تكبر هذا محبا هري يقول ها يوروبا وأن أصعد أبين أن تجد دوني هذا كان يوروبي وها مبكرنا يو ستة البشار فرحان يبشار لقد رزقت وحلا جسيه لا جسيه ولا دان إنا أي قبر هذا شيء سدا يايري القابلة أم لصدي بق ساقطري مركي واقو بريها بيكون قبر دافونس يقول يقول سو شيء واي سبعة هؤلاء مجرد مجاني تذكر سوا تطوارنو كريه وحكلو يهي مجرد سيدانا يايري انا انكي لغو سوا طوعي مركي وحبرتي او قولي سكدقي هو يدي ابي ان دبو ورئيسا ايهو ايه مادين ايو ساكولي ناكتو قبيل فرسيسكا وطوارنو وحكلا ما موقرين ورقبو تمانية الا تدري ميانا دوغين يا رجلني يهو اين ولدك الان هل كيما كينا كاقو توقي هل قدقي هاي ميانا دوغي كان يايري الكار القديم ninka ninka ay shaarkay ahaan jireen ee inanka soo arkay ayay inanka walba joogay meel adduun taaniyan al mufradat wa taabiraat imkana xawaye wa aray gaar gaar ah iyo halabuur tadriib waahid leeyiska koobaad haati ka keen minna saxalkan soo marnay ee ka sheekay inanka ay si loogu samafalay iyo labadiisa waalid iyo waxbarashadiisa sifatan tilmaanta soo qaad li kulli mawsuufin mid kasto oo la tilmaamo oo mimma yiri kuun soo socdo amidooba si faala socotay soo yisoo keen erad al mawlud soma الجديد بلا سعوتي المهر شيء عصب صاصو كله يعني استفدي سو كان ندولبا الخبز سواء كان مكمالتي الجاف باهكا قريد كيس رود كيس قلالان اما رودو قلالان ايانا عوني جري سانو انكو اخبارسو كبخنا بول دبا نمدو استفدي سي دون دار يعني مارتي يدان راعي ثوب راعي ورده ودباتو غياب مغناشة طويل بلا سعوتي ساسو كلي فرحة راعي وعارمة بلا سعوتي آدو آدو الزوجة المسكينة وكلي كحاسي مسكينة ده يبور ملابسو وكلي هذا كأم مردم هذا كأنا أم مرد ذلك ملابس ساسو كلي برقية برقية واحدة نمبال هي فاكس سريعة بلا سعوتي أريد أن أدوك دوم بكلية ضغط ضغط وعلاس أي سارتك وريع عريس متواصل بلا سعودي استبد شوكن كلام قول لهين إن كيف هذا قاعد إن كيف هذا ساسا أدر ما هذا لهاري مجايبه وحاس وكله أي لحد سلام سدمتهم وحنقول نحدين بنقول عذبول يعني مارتي كبيرة وين ودبات نحدين وين بقى قاعدي مركي مارتي إن كي ليدي هذا كلام مارتي إيش كشوف جايو الله خواري دكاية مجلس تدريب ثاني لا يذكر بعض الكلمات التالية أريد صوص عضو مشتقة وحلقة صوص هذا من مادة طلب بلغة كان كلمة مادة أما أريد طلب ضعها واحد يكتب في الأماكن المناسبة ما يراه كوكرا بونك الجري مضروب ووحلو به هي مضرب وحل الدنيا طلب ودون يتطلب ودون هي طلب طلب هذا صوص طلب مياه يدون طلب مياه يدون وعينك طالب او ارديا waxaan waxay kooda yimaadeen maadada dalaba ay kooda yimaadeen hadoo mid walba had galisa halka uu ku haboon yahay marka ay ka kala banbanaan way misaar waa lix aray lix madada lagu banay ba jira mid balkiisa gali ba lagu leeyay maada talaba muxuu ku wajiis halka ficil kale galinaya minka adiga sadiiquka saaxibka muxuu ku wajiis halka dalaba gali hadana had galisa ماذا طلب ويتني طلب من هو طلب طلب ظهر هو مستر كان طلب هو فعل تاهر اهر رسالك قلت تاهر مدكة ضمبيسو ايهالك هو رسالك قلت ماذا طلب منك صديقك نحو صاحبك كويدستو كعطصدي كان ضمن الطلب ذا قلت تقودن ومستر كيا ومبتدأ ما طلب المسلم
محو يهي عطسك يوحو أباهن يقفك مسلمك من هذه الدنيا الدنيا ذا أنا كنا والله محو قفك مسلمك أباهن يهي يوحو أباهن يهي ظهيرا قولا أو كفافة أو كنا ورادو كعبا ديسو أغنى وامحي ثلاثة مال مبلغ وامحي حدك حدك وابه حد الشيء قلت لك يهي المضلوبة توقعنا سمركا المضلوب اللو أشوي كو قرنة مضلوبة توقع أشوي قرنة المضلوب اللو باهن يهي مني أنا أنت اللي يجبها هاي هاي أنت اللي اكتهويا ما المبلغ المطلوب مني أنت أنا اللي قدوني وأنت لك يعني مرك مثل حوار أنت اللي قبل قدوني ترى مطلوب غض سوقات ساعة تعلم اللغة تي إن لبرتو اللغة دا اللغة برشديدو اللغة إن لبرت أفن أكبرتها يتطلب سوق على مرك يتطلب وحبة هاي هاي برشداتي جهدا كبيرا تدار أهدف ربضه بوبهين قدمت اغتاك اسبا الى سؤال مارتيد قدمت مطلب سوق هذا قدمت وحن غدبي اون غارسي اونو جي المطلب وحي لا دوني لمدير الشركه الا يغ باهنا مارتي مامولها شركته ايانو جي وحي لا يغ عتدي مثلا هدو قفش تقتري سو سي في جي شادي سوي سما جيو وحي لا يغ باهنا انو جي بولي اخي بالك قرن طالب خدم سوق اخي ولا الكي طالب واردي كجره في الجامعه الجامعه ساسا لو كل بحنيه تدريب ثالث ليس صدحات ما معنى التعبيرات التاليه هذا سو صودا معنهود هو ما هي استعين لك هاشه ولبا بالمعجم اري بحيه عرف عربي شرحه ان اردت هدا دون صدو باهته بكوري واحد وهي واحد حلت به نوائب الدهر وحا قدعدي مصائبتي دباتوينكا وقتها هليلي تاسي هو نوائب ومصائب الدهر دباتوينكا وقتها يعني دباتوينكيس وقت دباتين كيسوا ما معنى هذا يعني دباتوا كسا وقت بين عضادة مرة واحدة لا وقت دباتين سادلة إلى هذا و يعني وقت دباتضو وقتهم بين عضادة مدول بقى اثنين رغب قلبه لولد قلبه سأود بعي إن كيسي وفرسه وما هو نحرسه مركو مدور عليك وسعر عليه أيا نود بعيبول ثلاثة ضحكت له الدنيا ضحكت له وح أقصى شيء الدنيا الدنيا دي أقصى شيء سيا دي أقصى شيء وما كان راسه كوفي عن تحي يا مارتي واحد أذكر فرحة إياه نقول أنا سألت كل شيء ترى الأدوية دي بقصة شيء أربعة شريبة كأس دولي واحد عبي كوب دولي كوب دولي مشرو يعني واحد كوب دولي لو جيت إذا مر قف كدلوه أشرف وبيره اللي بات قال له كوب كي دولي جو عبي خمسة سلمة أمره أريد يسوي حولي بي لله إله أبو ثلاث ساعات فروق قاضي وما قاعد يحوق قف كحل كروي هو فكرن وياه وارن كي إله بان كداي إله هذا إله بان داي إله بان هتدي داي أون ثلاث ساعات ستة ارتما ويسكو توري في أحضان أمه هو يدي بقيدو يسكو توري حد نقو وهل كاكرين كيشا إلا انتا فعلها اتنين على إلا هذا إلماها لقو حنباريسا هو يدو قبطو أي على إلا حد إلماها سو مرة طبركا كما بلاريسو مرة سو هل كاكرين عمقريسو انتا دين عايه كو قاطع حد نقو إلا هذا ويحمرك يسكو توري هو يدي بقيدي أمر دين عيدي اسودت أيامه ما المهي سبا مدوبادي ما الميزة ماذا وحوي ما كان الله سبحانه وتعالى تقف في الباتون وكشروا ثمانية تجرع وح كبضي شراب المهانة شراب كيس شرف ترضى يدلني ماذا يدلي ما أنت ومر قفه وح دلية عدي هالإعلام حتى الصمارة إلى وجر شو دمبي دلني مو أيو جر صري حمار سبارة إلى أنا هي تقدم بيسات سي مارتي سيبو أيو جر صري جر شو دمبي مركز قف دولي قبركم ماش أقول حنك قالوا والعياذ بالله الوحدة الرابعة عشرة وقيبتي أفرية طبنات الماء بيوه أصل الحياة بيوه وحي قندقوهين قندق يسلك نرشي قندقوهين نرشي نفتبا وسرها وانا سرتك وقرصون وهداني بيتشرين وحنولاني يا مشان بلو فيرزو هدينوك أباروبو وأباري أي كداشو وحدة قاقية iyo wax sanqaraya iyo wax arki meesid iyo shimbir jaaqle iyo wax jooga iyo cayayaan iyo wax muuqda arki meesid hadii roobku meel mahiigan ku doow maalmo kadib waxa arki doonta inta gaar ahaan marka joogto meelaha uda intaasi oo cayayaana oo dhalatay tu roob la dhacay ilaa jirto caawo marku dhaso aad arkayso oo dhax socoto oo waliga inta kale aad arkay waxa jiraysa intaas oo waxa soo baxaysa ama jira han noqoto أما ملع حن نقطه أما دال ذبح قرا نقطه وحاصون نوع ما درت عرك هذا ركي وصل ملك صل على عاد جرنين
waxaa soo nooc la jira oo ka soo baxa intaasoo geed intaasoo qaraab intaasoo nooc hada bannaan bay ahayd boolku urinayo markii hore nolosha waxaasoo dhan biyaha la socdaan kulgaasa aad meel aad ka martaba hadaba waxa yaree faraha badan ma karin kartid meel alla meel ka yimaadiin karin maysa hadday aad meel dhicaan ama hara aad timaado inta cayayaan ku nool inta xayawaan ku nool hadday qalaso xabad arki maysa wixii jibgid marka dhirta iska daa waxa socda nool inaan tirin karin dhirta hadalkeeda ma joojo dhirtu waa noolaha ku jirta iyaduna tarma ee neefsada ee wax cuna ee hawada qaata ee ka mid ihi ma aqbala alqira akhriska horti intayna akhris kaba gaarin waaxid ma ahamu halaaata canaasir maxay saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee laa yastaticu linsaanu dadku aanu kari karin alxayaata inuu noolaado nolol aanay u suurabayn duunahaa haddaanu saddexdaa qodob helin fi ra'yika si adiga kula tahay waxaa jira saddex qodob oo binaadamku aanu kaba noolan karin saddexdaa qodob adiga maxaa kula tahay inay yihiin taasi waa qodob waa laga warrami doonaa laakiin tusaale ahaan adiga maxaa kula tahay caqligaaga marka laga weydiiyo ardaygaa marka hore sii weydiinaya imaga waxay tahay waa kitaab jaamacad lagu dhigo iskuul lagu dhigo dabeedna ardaygu macalinku ne bal saddexa qodob yaa waxay iga sheegaya intaan la bilaabin oo waxaan qaab dee wuxuu dhiganyahay iskuul iyo jaamacadeed yaa ii sheegaya ama maxad baa lagu dhigaya yaa ii sheegaya dabeedna ardaydu way kala aqoon badan yihiin waana kala maskax badan yihiin dabeedna ragga sheegaya ragaan sheegaya baa isugu jira itinin maa cindama tasmacu kalimata ma wuxuu ne macalinku markaad maqasho ereygan biyo ma awalu shayin yatabaadar waa maxay shayga ugu horreeya ee kusoo dhaca ilaa dihnika caqligaaga iyo qalbigaaga maxaa kusoo dhaca ee aad dareentaa ninbu waxbuu kaga jawaabaya dadka caqligiisana waa iyo aqoontiisa lagu koriya su-aalahan talaata inay kusii diyaarsan tahay maaha waa ad ka fikirto dabeedna uu qof waliba reygiisa cabiro talaata ma aktaru lkaa'inaat maxay yihiin waxyaabaha jira adduunyadan jooga alxayati ee nool ee ugu badan xaajatan baahida lilmaai biyaha waxyaabaha adduunyada ka jira ee nool ee nafi ku jirto ee ugu baahi badan xagga biyuhu waa kuwe matalan ka soo qaad bini aadanka iyo geelu biyaha ma si uguwada baahanyi oo maya soddon buu ka qadi karaa neefka geeli uu dhacaran karaa uu ka badan karaa laakiin bini aadanku intaa ma xamili karo xayawaan kasii liitaana way jiraan yaa ugu haddaba baahi badan buu kuuli arbaca alcadashu oonka iyo haraad surmiga waljuucu gaajada ayuhumaa yastatiicu labada keebuu kari karaa alinsaanu qofka bini aadankii an yataxamala inuu adkaysto ayaaman maalmo aktara badan intee ma qofku ma wuxuu u hor dhiman karaa cunto la-aanta mise cabid la-aanta ma biyo la-aan buu u hor dhiman karaa mise cunto la-aan biyo la-aanta ayuu qofku u hor dhiman karaa qofka bini aadanka waxa ugu adag ee aanu shan daqiiqo ka samri karin ee biyaha ka darnay waa horta hawada oo qofka naqaska hadduu waayo shan daqiiqo waxa yidhahan kama dambe inuu go-aya biyahana maalmo yar buu joogi karaa cuntada mudduu noolaan karaa bay leeyihin marka biyaha ku xiga oo shayga labaada neefta ugu horeysa oo ugu degdeg badan waxaa se ku xiga biyaha udkur bacda fawaaid almaa waxaad sheegtaa waxtarka ay leeyihiin biyuhu qaar ka mida sheeg linsaan dadka ay u leeyihiin hayri shurbi cabitaanka kolka laga tago faa'iidooyin kalaa jiray cabitaanku waa kuwa u horeeya horta laakiin faa'iidooyin kalaa jiray kuwa kale wax ka sheeg waxbaa lagu maydhaa waa lagu weysaystaa waa lagu beertaa lama tirin karo waa lagu maydhaa waa tiro badan yihiin keyfa yatakhallasu linsaanu dadku siduu isaga saara min almaa biyaha azaa'id dheeraadka ah fi jismi jirkiisa jirka inay biyuhu ku bataan khatar bay ku yihin inay ka maqnaadaan dhinno inay yaraadaan waa ku khatar hadday laakiin hadday ku bataan way ka soo bixi waayaan way dilayaan haddii ay ku yaraadaan waa u dhimanayaa labadaba markaa inuu jirka intii siyaada uu saaraa kaadidaa ka mid ah hadduu kaadi ku joogsato biyihii waa ku ururaya dabna u dhimanaya dhididkaa ka soo saara hawadani inaga aanu neefsanayn staynu soo celinayno ayay la socotaa oo ka soo saarta jirka biyuhu uu iska saaraa wixii dheeraada waana nidaam ilaahay u abuuray oo inuu qaato siyaadana soo saaro siyaada muxuu usoo saaraya miya yacni maxaa loogu talagalay qashinka jirka ayuu soo saaraa qashinka jirka oo dhan waxaa soo saara dhiigga safeeya waa biyahan ka soo baxaya jirka kaadida oo kale haddaa laydma dhididka oo kale hawadan soo noqonaysaa qashin bay soo saaraysaa ee la neefsanaysaa oo jirkay soo nadiifiyaan intuba almaa aslu lxayaat biyuhu waxay u yihiin gundhigba waxay u yihiin noloshaba iyagaa gundhigba u ah wasir ruhaana weeye
وأرنت كو قرصون نلاش جيب جدبه الماء وبيه أصل الحياة نلاش يجا وبندقة أو صلقة وسرها وأنا سرت كو قرصون وقرص وها كو قرصون كو هذا لأنه كتير عبا وابا يدا وهو بيه العنصر وقضبك الأول كوباد قضبك كوبادوي المكون سمايا لكل خلية أنو كسته أو حية النور أنو كسته أو النور يعني لما ترك أنو جو آد إي آد إي آد ويريه أو شركة يعني وشيء ويرين غير سمين أنو كسته أو شركة شيء إنه ليه هاي بيا سمايا oo hadduu biyo way unuga ugu yari waxa weeyaan u dhimanay halkaas ugu dhimanay fala hayata nolol ma jirto bila maayn biyo aan wax nolol aan ma jirin qaal la taala ilaahay wuxuu yiri wajacalna waxaanu ka sameeyney nolol maay biyaha kullu shay'in hayy shay kasto oo nool biyaanu ka sameeyney afala yu'min dadku ma yaanay rumaynin waana rumaysan in ilaahay ka sameeyey shay kasto oo nool biyo wal ma biyo unsurun wa qadab wa shay wa isr مهم مهم أدقي ما بدن جدا آدي آد لأي حياة نظل كستة والنباتية حق نرتاع ما حق هرت النورها نكرى نفط كتير توكليه وقوة حي وحق نرتاع ابن آدم هو قوت حيوان هو قوت حيوان هو نرب كنولي نرتاع أيام نلاش عن تدا صوص عطا أو نرتاع صوص عطا مركا نرتاع حبنا كستة يشيك صار نرتاع كم بيو كنولي هداي اللي ريشين واحد نوران يا مثلاً جميل. قال الله تعالى مستاقن واحد هذا الكاس وح رمينا يا وح رمينا يا لقوله تعالى هذا الكيله إياها وأنزلنا من السماء. سماه واحد نقصه وديشني ما أنبيه فأخرجنا واحد نقصه وصاري به بيها أزواجا غيبة كل دون أو من نبات درع شتى كل دون جد جاب يجدون يمت سر يمت وصو كما أنه أصل كل تشكل بيوحي أصل هي يقولك كل تشكل سماي سانكستا إنه أبورمان إيه كده أفر إنه أبورمو وحكستو أو سماي سمي تشكل وأنه قابيس نادو أو أبورنو حيواني أبور كاسو حقا حيوان كان نفت كوشرتا نبات ودرتا حيوان كان نفلي دو أن كوير يكوي عيان هنغطو وحكير هنغطو وحكوين هنغطو والله خلق كل دابة بالهاي شيء كستو أو ركها وجود كيس همرة أو يرى موي وأنا في ركوجته من ما إلى هاي بيو كابور وهناك هالك واحد كرة بعض العلماء علماء القارباء يعرفون هالكاره يعرفون واحد كتل مامان الحياة النورش ما كي الله تلمامي هذي الأولي مكان نورش تلمام وعليه القوات قاتبة الله نورش هو معي قف النور كاسيرك فالنورش شيء واحد هاي حياته الحياة نولو حاكو تلما نوكي نولو الشيغ مدغ رقاق با موح عند با ما هذا اللي حضلا محال عرنك لأن نولو سوى معي يعني نولو سوى الشيغ نولو حياة بضان با كسو فلو فعل كي ساركا سري قوفك نهل كاة جوجي نولو لي محايتها مركا نولو سوى حاكو تلما من وعبيل هذه النولو لي بأنها وحال عرنك لأن نولو سوى ظاهرة وموقال مائية بيكا سميسا نولو القبي قيد با وموقال بي كسم يسمى الله يكتر ما من بق لأنه لا حيث أول يعني لأنه لا يوجد لمهله كائن شيء الدنيا ترى وحي نورنا في كشرته أو واحد كلمة قرة أو يستطيع كري كره كان نفط له الحياة إنه نور هذا دون ما ينبيه الآن لمهله شيء كسته أو نور أو نفي كشرته عالم كم شو أو بي الآن نوران كلام شو لأن إحنا نلاش هو مقال بي كسم يسمى نعم وارهم هناك هالك هو حشره أو لسفر كرا بعض الكائنات وهي لها شرء الدنيا يكون جود كذا كنا القار كود أو تستطيع وادي كرتا تحمل الجفاف إن بيلا أنت يا قلالك أو أتكيسته زمن طويل المتدير أم بي عبين بشره أم بي عبين أي شره ولكنها قواسي لا تفعل ذلك أنت هم صميسو بيلا أنت هكما شري كرتو سكروا كما شري كرتو إلا وهي يدو كامنة ويس آستا ويس خريسا لا نشاهد لها وحفر وحشنق أما قبط حيوان هذا آن بيها عبين مدودة بضان ما هي سميان ويس آسا ويس إحدان وحد أقدر قاقا وآي قبتان مجرد
sida biyuhu yaraa unbay kaytadaan horu haysteen dabanna biyaha maxaa saara tamarta dhaqdhaqaaqa shaqada ayaa biyaha deeb saarisa biyihii bay ilaashanayaan dabanna way seexanayaan ma dhaqaaqayaan ma tarmayaan ma tafirmayaan waxaa waxay qabanayaan ma jirto meel unbay dhigayaan way qarsoonayaan ama way aasayaanba ama way seexanayaan ma dhaqaaqayaan dabanna muddo muddaysaa ku jiraan waa muddo uun bisan jiraalku kale taasayaan jiraalki waxaa bilaahay jiraalku dhan jiifaan waa aan soo toosin ba waana meel u dhaqaaqin saysaa soo ugu jiifaa marka roob hudaa uun inay soo baxaan ebi arkaan qaar saasaa jiraan wamutadatiratu waxay isku dadaa waxay isku dadaa ilaa way is aasaysaa xayawaankaasi biaqdiyatin dabool bay isa saartaa taxmiihaa ka ilaalisa daboolkaasi maxay ka ilaalinayaan ila meel bay gelaysaa ama god ama meel bay gelaysaa min anta jifa inay qalasho oo maaratay jirkeedu qalalo oo biyuhu ka baxaan xataa tamuuta hadday biyaha ku jiraan ka baxaan way dhimanaysaa xataa tamuuta dabeedna way dhimanaysaa si aana u dhimanin way is aastaa dabool way isdadaa waxbay isku qarisaa ama god ama wax kale dabeed si waxay doonaysaa biyuhu aan jirkeedu uga bixin oo aana u dhimanin dabeedna biyaha kusii jira jirkeeda hore ayaa ku nagaanaya dabeedna kuwiiba kusii noolaanaysaa muddo badan ee biyo la-aan ay ku noolaan kartaa maba jirto walaakin laa yujadu lama helo xayawaanun xayawaan cafwan walaakin laa yujadu lama helo oo ma jiro kaainu shay jira oo xayu nool oo waaxidu mid un keliya ah oo yastatiicu kara annumuwa inuu koro watakaafur inuu tarmo duuna main biyo la-aan xayawaanku markuu korayo ma kori karo markuu tarmayo dhalayo ma dhali karo biyo la-aan haba ka yaabin kan meesha jiirsaynu sheegaynana intaa wuu seexanayaa un ma dhaqaaqayo sida dhagaxu muu meel ku nabnaanayaa ilaa intuu biyo helayo biyihii ilaa ku jirana wuu kaytanaya alkaainaatulxayatu waxyaabaha dunyada jira ee nooli mucdamuhaa intooda badan ajsaamuhaa jirkoodu mucdamu ajsaamihaa jirkooda inta badaniba maun waa biyo marka horeba jirkan aada arkayso ee maaragtay bini aadanka iyo xayawaan iyo wax kasta oo nool jirkiisa inta badan jirkaa biyaa ku jira ka soo qaadi marka daxrig oo kale soo wada biyoun maaha iyo wada dheecaan haddaad tuujiso maxaa kasoo haraya waxaan jirkiisa harag yar baa kasoo haraya waa saasoo kale waa biyo bini aadanka laftiisu biyuu u badan yahay noolaha kale oo dhammi biyuu u badan yahay jirkiisu walaakin tatafaawat xayawaanku kala duwan yahay fii dalika arrintaa biyaha ku jiraa kala badan oo qaarna biyaha u wada badan yahay qaarna maaragtay intaa ay kuwa kale yihiin wuu ka yaryay lakin koleba biyuhu jirku u badan yahay bixasab waxay ku xidhan tahay bixasabi kolba sida dabeecati bay-atiha xayawaankaasi deegaanka uu yacni ku nool yahay abuurkiisuduu yahay ilahay u abuuray deegaanka iyo wakhasaa'isiha waxyaabaha deegaanka u gaarka ah iyo waadwaari xayaatiha iyo wakhasaa'isiha yacni noolaha waxyaabuhu kala duwan yahay ee midba gaaru leeyahay iyo waadwaari xayaatiha xayawaankan nolosha xilliyada uu marayo ee kala duwan oo maaratay iyaguna dee uu kolba si noqon karo kolba biyuhu meel marika mar buu wada biyo yahay mar buu yacni biyuhu qayb yihiin isaga noloshiisa marka xaaladaha marayso marka la eego biyuhu way isbedeli karaan waana kala badnaan karaan xaaladaha uu marayo falmaa biyuhu calaa sabiil mithaal markaan tusaale usoo qaadana tusaale ahaan qaliilu way ku yaryihiin filbuduuri iniinyaha midhaha way ku yaryihiin iniinyahaas waa lafta asoo madaray tusaale ahaan digirtan soo qaad digirtan markaad aragto biyaha ku jira way yaryihiin waa qalaf haddana biyaha ku jira haddaad jabiso qoyaan baad ugu tegaysaa hoos ugu jira laakiin way ku yaryihiin arabkid oo kale haddaad imka jabiso waxaad ugu tegaysaa qoyaan hoose laakiin qalayl bay u badan tahay markaa biyuhu kuma badna waxaa kaloo ka mid a eegada waladfaal cidiyaha oo kale wallaaf dheh waladlaaf cidiyaha oo kale cidiyaha biyuhu way ku yaryihiin waa qalaf haddana kama marhna oo guntooda biyaha soo gaadha oo dhiiggaa soo gaadha oo haddii kale ma noolaanayso sida nimka ay tahay way ku nooshahay way damqanaysaa dhiiggay qaadanaysaa haddii biyaha gaarsiinaya waxaasoo dhan oo nafaqaday qaadataa oo dawooday qaadataa oo wax walba oo oxygiintaa soo gaadha haddana waa qalafo waad aragtay laakiin muxuu ahaa biyahaan ku badnayn war quruun geesaha ka baxa xoolaha oo kale ka soo qaad
geesa iyo ugaadhaya biciidka iyo waxa dareenta geesa looda kuu ku yaalay geesahaasi biihu ku yiriin waana jirki qayb kamid ah saaso kale ayay u kala duwanaan karaan oo mise caloosha oo kale biyaha ku jira iyo caloosha geeska iyo geeska biyaha ku jira taa isku biyo maaha way kala badeen ama jirka kale xataa hilibka biyaha ku jira iyo biyaha geeska ku jira way kala badeen wa qaliilun way ku yarihiin nisbiyan marka la eego loo eego qaar kale fi baadil xayawaanaati saxraa xayawaanka ku nool lama deegaanka marka loo eego kuwa badda ku nool oo kale masalan way yarihiin oo kuwa badda ku nool iyo kuwa ku nool lama deegaanka kuwa lama deegaanka ka biya yar dabeecadda meesha kale keenaysa qaarna biyo ku dhex nool yihiin qaarna waxa ku nool yihiin meel qalalan abuurka ay ku kala abuureen bay-adaha deegaankooda ayaa keenay kale biyahoodu kala yaraadaan ولكنه هساته يزيد كبدنيه بيه على 90% بقول كيبا سغاشن من اوزان بعض الثمار ملها قاركود ميزانك اي حدق جيركيسا بقول كيبا سغاشن بيها ايا اه كسي بدنبا مثل الطماطم كسوقات تماندا سو ما دري بقول كيبا سغاشن هو بيو والخيار جيت لا خيارك سوروا نوع خضرتا بقول كيبا سغاشن marka la eego biyo u badan yahay jirkan aad arkayse ee maartay ku muuqda wa kathiru min alkaynati albahariya in badan oo kamida waxyaabaha nool ee maartay kun uuman badda intooda badan oo jirkoodu waa biyo walaw itakhadna hadaan ka dhigno al insaana dadka hadaan ka dhigno dadka bini aadanka misaal hadaan tusaale u soo qaadanaba la wajadna waxaynu ogaanaynaa oo aynu helaynaa anna nahwan min thuluthay jismihi in u dhiganta jirkiisa marka loo qaybiyo saddex meelood laba saddex marka loo qaybiyo laba maa un waa biyo jirka bini aadamka haddii la tuujiyo oo la miiro saddex meelood laba waa biyo walmaau biyuhu yaxmilu way qaadaan ilaa kulli khaliyatin unug kasta oo jirka ah oo fi jismil insaan ku jira jirka bini aadamka asbaaba xayaatiha unugaas wuxuu ku noolaan lahaa biyaha u sida ومعاك الايين من اكسجين هو ضوء نفسنا بيها قارسية وغذاء انتضاء انو قاير عنا وحا قارسية بيها وهرمونات داعا ندك لدوان او خشق انسان نسكا وحا قارسية بيها قارسية ومواد المناعة وحيا والحها شركة الدفاعة عضو هذا كدفاعة وحا قارسية بيها قارسية انو قلبة ودواء دواء اوقاته وحا قارسية انو كستا بيها قية وفيتامينات فيتامينات هذا شرك وقاطئ او نفقيسو بيها غارسيه ويخلصها وعقلو كسو سارا بيها كسو سارام اونو كسو وخا كسو سارام من كل نفايه شيء كسته او قشن اه نفايه او هراء او هراء او قشن او مضره دباته شرك او كينتا او صامت سن اه وخا كسو قادا وا بيو او قشي سار ما هو نقدا وخا كسو ساريا hadday kaadi tahay hadday dhidi tahay hadday saxara tahay hadday wax hadday carbon tahay waxa biyaha ka soo saaray ka soo safeynay iyo wax kasto dhibaato wa kullu amaliyati shaqooyinka iyo hawlaha la qabto alhayawiyati ee hawlaha nolosha ah ee jirka gudihiisa ka dhacda ee ka dhacda fiisis bilisan qofka jirkiisa waxa ka dhacaysa inta soo shaqo oo shirku u shaqeynaya ama cunta dheefshiid ha sameeyo ama nafaqaha nuugo ama qashin ha soo saaro ama hadii aad wax doonaha noqdo jirku uu shaqeynaya waxa soo shaqaa bila istisnaan iyadoo midna laga soo reebin shaqo kasto jirku qabto la tajri shaqadaas ma socon karto ilaa fi wujood ilma in biyo laga helo mooyaan haddaan jirku biyo helin ma shaqeyn karayo jirku faduna ilma biyo la'aanta laa yaxduthu ma dhacay kartoba tanafusun qofku ma neefsan karaba haddaan biyo cabin hawo ma qaadan karo oksijiin ma qaadan karo jabigiisu waa qodob oo gidaan cuntana ma cuni karo hadduu jirkiisu biyo beelo ma aha inuu biyo kulli qayo xamaha jirka biyaha ku jira hadday ka baxaan neef hawo ma qaadan karo cuntana ma cuni karo waanu dhimanayaa markiiba waanu dhimanayaa markiiba hadday jirka biyaha looga baahan ka baxaan oo hadmun dheefshiid cuntada hadduu cunana ma burburin karo jirkiisu aw xarakatun qofku ma badhaqaan karo oo ikhraajun qashin ma soo saari karo kaadi kama iman karto gabiisaba saara kama iman karto dhiidi kama soo bixi karo way biyi baa dhamaadayba aw takaafurun ma tarmi karo taranay iskaba daaba muxuu tarmiba ana ma dhali karo ana ma dhiqi karo
ولو له هدان بيشرين ما تذوق مرة دمين كره مرة دمين أيوه الإنسان قف مرة دمين كره ضع من واحد عنطاه عنطاه ما لقي كره شركة سادي بيوك بحان ما بيها وقف عبي يوك خبرينها شركة بيجي سكوت شركة بيها كوت شركة هذي كبحان سقى قوت المامي دونه وهو عنك كلام مشت وما شمع عذرا عذرا ما أوصل كرحته إلا هو ما قادنا يبي ولا تيبس ولا تيبست وهو إنجيج يبي أنسجته نضها نضها شركة إنجيج يانبا وحنا نقول يانبا قلف تهرب نقول يان أما وعوي سبدل يانبا وح يعني أتكاري بينهم تهرب نقول يان وتلاصقت واحد كده جيبه مفاسيل حملها شركيسو وبيسكون قلالة يا أبا قفل حملها بعض قلالة يا وارتفعت واحد كرقة عيسى مركها مركبيها لواي درجة حرارة جسمه شركيسة هير كل كيس نو جبر يا شو حتى يموت وابد ماني يا مركيه وقوا يا أبا وحصل لما كده عام وابد ماني يا قصة الماء هذا الشيخ هذا خصوصا سن بيهو يم على الإنسان بناء آدم كا قصة طويلة الشيخ هذا روي بناء آدم كي بيها ما كلا جهل يوم هل كيف صبر على أنتها؟ تبدأ واحد كبر على أنتها معه بناء أنك شكلي سو واحد كصبر على أنتها يبيه نطفة إسوع أمر كعنوفة أو تصبح في ماء بيه لحد بارنسا من إذا كصبر عندك من إذا يعي من إذا سو بيه ما سو حيوان منو يبتشر أو كن ولا ضو إلمه قسم اسمه من هو لحد باشا بيه كو حين دامن مركا كصبره أولي أنا رحم كويلي هاد دون أنا جرين ودبر كأبي كجرو marka waxa weeyaan waxa weeye xayawaanka manawiga ah biya gabiiso ku dhaxjira thumma janinan hadana waxa ku xiga isaga oo uur jiifa oo ku jira maxay fi badli ummi calooshii hooyadii ayu galay wa tasiluhu waxa soo gaara marka caloosha galo daruuratul hayat baahiyaha nolosha kulli ha dhamaanteedba horta halkay uga yimaadaan halka qofka min ummi hooyadii uga yimaadaan nafaqada uu qaato ilmu kun walaal xaqiiqda soo galaan hooyadii محمولة وها أسدة مع الماء انتظروا حكوسوا قادة بيو أوام حي دي قاسية دي قناة انتي سبطن هو بيو بلا اسمه انتي سبطن هو بيو بيها ساعة انتظروا نفق يو حد بسو قاسية وسجين تسو قاسية وها البوكينا بيها ساعة أسدة دي قوشرة دي قناة انتي سبطن بابية ثم ضفلا هذا الماء يربون غاو رشا يرضعوا ناس وحو تشقا أولا غدائن wuxuu nuugaa cuntada ugu horeysa lahu isaga miisadii ummihi uga jaqaa naasku hooyadii labaran caano saayqan gurigiisa mara oo qawaamu wuxuu ka sameysan yahay ba qalma way biyihi yaani in yarba mayo wada biyaano magaas yaa ka tana ka soo bilaabayaan balinal ma biyo maal insaani marka la eego qofka bilaadanka xataa si aalamihi markuu xanuunsanayo wixii dhibaya ee gubaya waa xasaani markuu murugoonayo biyaha ayaa qofka la socda alati murugooyinka iyo dhibaatooyinka soo yidrifaha oo daadinaya dumucan qofku markuu murugoodo naxo ama uu waartay dhibaato soo ma ilmeeyo hata murugadiisa dhibaatooyinka ilmeey noqonayaan ilmadi markaa waxa maxay waa biyo ilmadi hata murugadiisa soo daadanaysa oo socota oo ilmaha dadnu waa biyo ilmaduna ka soo daadanaysa indhiis yaani bilaanka iyo biyaha lama kala saar karo wax nool baan u jeedaa aan raahdo ما بين آدم فلا عجب وحر الله يا أمها أن يستطيع أن يكره الإنسان قفك بين آدم كي الصبر أنه أتكيسن كره على الجوع قاتلة أيام مالمو أتكيسن كره كثيرة فربضا وأنه لبني أو تشروع عنكره مالمو أو العرنية لكن الله يتحمل وما أتكيسن كره أظماء هراتك يؤونك سرمك إلا يوم واحدا مالك مبضني يبولي أو أيام قلائلة أما مالمير وهذه البطان لا تزيد على الأربعة غالبا أفر مالمو ضرع في يبولي أفر مالو يا أنا من أولان كرو دمان يا مركب عذر هيا مجرو وبيهم بكتشوك سدي كليا تبى نكون شركي سو أفر تام مالو كرو دمان يا تبى نقول دمشو وحال استعيش شغل شكله ما استعيش مركب أفر تعيش به كيس هوا دمان يا مركب حبيك استان قرار لسه ملك استان جيسة وحال استعيش شغل شكله سماله هول هول قبيا مركب سو دمان يا مركب يحصل الإنسان وح كهلا بين آدم على حاجة باهلة وقوة فهي سمن الماء بيها أو حكها من ثلاثة مسادلة صدح ميراد الرئيسة ووين بكرة فنحو 47% بقول كيبا بالمئة بقول كيبا تضبي أفرتا ومنه بيها كملة يشربه ماء بيها هم بكعبة وبيها فوكعبه أو سوائل أما ضريرك أو مختلف كلا دون أو مارت شرابية ذكرى أما عانها نقطه أما شراب كلا نقطه أو قوامها واحد كسا ما يسنتهاي
أي تهاي تسعو بحاجة كذا مثلاً تهاي 39% منه شراب كاسي بقول وح كذا مثلاً تهاي ما أنت كلام وح كهلا شراب هذا كله دوام مكهلا أو مختلف قوامها واحد كذا مثلاً تهاي كله دوام تهاي عانوا وح كذا مثلاً شراب كله وح كذا مثلاً تهاي شراب هذا كله دوام مد وح كله وح دوانية كذا مثلاً تهاي أيها وضريرة وبيها وكهلا وعجل جدا مثلا انك مرق جيل جراه ياهي طالع يلح بلود انو عانا جيل انكو نورادو واشيقا قولا عبد يعن طوضنا وانقرب على ليه ايها الرات كبئية ايهان فيتامين ايه بروتين ايه وحق وقفو بحنا وكيري كريو ايه وقيت كان ليه كان وان وحق الله قلوب بحنا يا بيتين جيب جيل وحق قلو هذا با وحق 39% بالمئة بقول كيبا سقال ايه صدن منه بيها كاملة يكون روح النقضاء فيما نسميه أو لغيهرا وحالا نكون مقعونه بالأغذية الصلبة عنتضى أدك وحالا نحن بيها لغيهرا الفتود يدعونش وما عنتضى أدك فالحوم هلبهك لدوان يعكا والخضروات خطردك لدوان نعونينه خطرد واسطبة ساشية تمان رضا إيوه هدي على كاروغ إيوه وحي عن كاسا والفواكي يا خطرد آن لكرنين سعى بها أهيو موسك إيوه مارتي لين تأيي معان تأيي قوة والخبز يخلو تيد لفتيد كل هذا ما أنتوا حاصر لمي فيها نسب وحقو ترى قياسه من الماء بيئة مثل كسبك ترى أو شركة مركب عنا وقارة كبديهين يا قارة كبديهين هي اللي بكوكل بيها كترى يبيها اللي معان تكون ترى ويكل بدي ودل اللي معان تبيه بدن طاي هي اللي بكنا لكن بيها لجهريه فولي لا قلنا بيها لجهريه بدل وحبا كترى ويسكر يري أما الجزء الباقي هذا ما أنت صور لي وهو 14% وأبقولك بأفر يطمن هل كيف سوى بحان تاسنا فيكون روح النقضاء إلا نشرك موضا قادي كرأينا بقولك وبقول عبما موضا عبا كربي ونوضا مكرو عمتدو كنوغية عبا يعين توقوبة بقولك بأفر تضوية أفر أفر يطمن كالصوحر لي بقولك بس كالسة عمتدو كيري إيش رب بقولك بتضوية أفر السيد وعبا وموضا دريرة شرابة أمو بيوتوس بقولك بأفر يطمن بحرية فيكون نتيجة عمليات الاحتراق وحكي من يساه شقاط الله إلى هذا يعني ديفشيتك الدائرة الكورة تفل الجسم شركوا وحبوك قبا وحبوك قبا أكسجين سكو قرحية أيها كسور لحبه أقول لك أفرت مكاك لنا شركوا قبا وسلقوا لنا كسور لحبه حيثا شقاط الشركة سلقوا ريكسي قبدا وعنتدوا قبا هو قبا سلق قرحية أيها بي سوما كان يمكن دب صارت شيء هذا صارت صو إيدك كم صو بودك بيئة شركه كل بلي وحاول جوبي يبي خصبها تاسود دبوا قلبي أفرت مكهرة أمال ما أبيه الخارج من الجسم بيئة شركه كصبها فنحن من ثلثيه شركه بيئة كصبها زيادة ما كلاق بس تحملات لا بقهان يخرج مع البول كذا يسوس عرنا يسرع عن أنت بدن بيئة صدق حملات كلاق بيو بقول كيبة تضبط إنك بدني كادي دوية أو كذا 95% بقول كيبا شن يسجاش من البول كادي دو المعتاد كذا عادي غفو كذا ما هو بيو بقول كيبا شن أو حيابها أي سيد أيو حيابها الله صدق قشن كويا بقول كيبا شن يسجاش وبيو بقول كيبا شن وأي سيد وقشن وأي سيدان أو شركة كسوة مهرين ويا ده نبيه ده راح كارك سوق صار شركة أما ثلث الباقي صدق هذا ميلاد خلاص قيبي الله بكادي سومي نقول قيبي تصوها لي فيخرج مع العرق وحصورها عن كديدك ديدك صباحاً وهواء الزفير هو ذا وقفوا تونوج يا ما شيء قرأتها توصل صار الكربون كا أيق قيان لصعدة قيان كاسينا وحقوصه بحد يويان وما تدوره الأمعاء يبيها أحد مص هو ذا أحد مص صار وأنا أفتح حق دم به ثانا وحلا صعدة قيام بيدنا لهذا وبيه سيدا ساسكو صباحا ذكرنا بيها ديارتك الماء هذا بيه أعظم منظم وشيء قوين قابية قرشية حبية للضغط برا الشركة شركة يعني وطلع هذا برا الشركة ليك أخرى وحنظامية وبيه ودرجة الحم ودرجة الحموضة أي سيدة شركة كتير ده وحا حبية كدقة وحيش جهاد أنا كتورة وحلو بهاي شركة وهي وبيه أي سيدة وتوزيع وأي سيدة وتعنتي دليل سواء لو بهاي وحصوصا لسواء حشيزة
إن السيادة نقطانا خطرت لي قال تري بس عبد الله قرحنا ذا شركة جوبي ذا مركز السيادة كذا صوص على ذا أنت لو بهاي سكوا هي وتوزيع الحرارة كل كشرك كل جلك هذوك سومر قافل أنت ما قبوبه شركة كل البو بهاي يا تمر شركة تمر كل الكوب بهاي هي هي والمواد المختلفة والحاجة كل دوان إيه وبهاي شركة فيتامين بروتين واحد صوص شركة بهاي هي واحد غيبية بين أجزاء الجسم يا شركة والحيس يا أنو والبا هل كيس وجيا وبيها يعني عنده عروس خود عضي يا جارسية أديها يتمها وح جارسية بيها ويتحكم وها مامورة ويتحكم بيها مامورة عفوا ويتحكم وها مامورة في كمية الماء هيرك بيها فرد جسم شركة كتيرة وها مامورة جهاز قربا مامورة منظم قرشية وبديع ليابله وأن مثل ما ديشرين وإلهي أمي وشركي كوسما يسن فيجب واجبة أن يكون أين أنه هذا بين سادلة الجسم فيها شركة كسوة بحية يا مكة هذه كسوة بحية مليد أما هو ذا الصعودة يو وارداتي كوة قلية يا أما العبة يا أما عنطلة لقيه ليو أما شركة الأحيسة كأبور ميا وحالقا ومارمانا إنه كتب حيسة كوة قلية شركة كوة كسوة بحية توازن يسود إلى ترنان تقيقهم آضح عليها أنت كسوة بحيث أنت قريسة ولا سمي سامي إلا هبان سمي سامي شركم لكم عفمات قبنا توس بي سمي سامي فالإنسان قفك بنا آدن كأي إذا فقدها دوا من مائي بيها تركي سكترة بيها قياسة مشركة أو بهي إنا السيادة قشنا مهما يرادنا مها أنت ترك كترة هدوا نحو من 1% بقول كيبا خل بيها أو بحنا هدي بقول كيبا خل أو أو سغالي سغاشة ترك أي كترة oo mid ka dhinaaday intii jirku u baahnaa min wasmi jismihi miisaanka jirkiisa ee biyaha ah shaara wuxuu dareemaa qof marka bidmay haraad ayuu markiba dareemayaa iyo on weeyda faqada nahwa 5% boqolkiiba shan haduu waayo oo san iyo sagaashan jirka ku jiraan jaf halbu hunguriga aan geeyo qofka marka wajibtu saantuna way igtaa waa boqolkiiba shan ba ka dhiman wal ajib wax la yaab leh iyaduna oo wax la yaaba waan ma waxa waxa ku dhaca qofka bin hiyaarin taamin burbur awoodeed ba ku dhacaysa marka isma dhaqaashi kar qof kula duun guriguna gowracmo jirkuna qallalo surmiyo san baad marka marka burbur ba ku dhacay qofkii laakin wali uu noolay ama ila tajawuz haday dhaafaan biyaha ugu baahan yahay 10% boqolkiiba 10 haduu waayo fa inuu soo fa yaqrubu marka wuxuu u dhawaanaya minal mauti dhimasho wal halaaki geeri mar hadduu boqolkiiba 10 waay bihi shirka u baahnaa ee rasmiga ah bihi shirka ku jiray walaan yuun qidho marka wax badbaadin kara ma jiro qof binu geeri wax ka wax geeri ka baajin kara ma jiro ilaa sharba tamaan biyo cabmo yaan qoladii boqolkiiba 10 waayo sakra il geeri aad weeyaanayaan oo qof wax noqonaya qof dhacay oo qof daatay dhacay biyo la waraad wax noqonaya la waraabiyo mooyaanay waanu jidin jabaya waanu khalas garoobaya khatar bu galay wal ajab wax la yaafa daba أن زيادة كمية الماء هذه بيها شركة كتيرة كوبتان في الجسم شركة أيضا سدوكلة خطيرة وحرس يدنا هذه بيها سعيد كور رانا وخطر وين فإنها تصبي وحي كينتها الغثيان قلت يلالوغا غفق هذه بيها كوبتان يلالوغا غبطة بدن وارتفاع ضغط الدم ديجا هيركول ديج واحد جه هيرك ديج ديج يسوي كربوكا سي ديكر أوكلة أيون غنى غف ثم تؤدي وهي أنت هسيجارتيسا بتدريج آير آير إير إير الاختلاط العقل إن جراتيس يسكتر سمن قفك وحبك رجعون وياه وركبيه كوبتان وسكر النخضبة إيوه وفقد حالة الاتجاه صح وحلو يا با ترى إنك صحراها وحبك كله متشي هيها حب وصعود إيوه حب جريس وها إيوه مال إيوه تذكر الله الله إيوه وحمد إنه جرم بوايله يا خصوص عطا هدي بيه كوبتان وحبك رجعون وياه والاختلاجات فكر كيسي أيها القلدمة وقف يقول نقول يقف سكراء ومر قف كوما خصيص عو وتشنجات وحق رعا أنه قف قلالبا وصيص صحيين توكري وشركي سوء قلالبا تقول انققبا ولا غيبوبا بقى قل عام خدام بقى أنه كوما قلم يرعانا وحو ساقص فكر كل كورا كلمو قراف كصولمو دبان مركز بقى قلال كل عاية قلف مركز دمروف نقول كوما قليا ثم الموت كيري بقى كحجيسة ودمانة يا هذه بيه كزيادان صارهان هذه كادو سكتها توكلك سوقات بيه شركة كسب حكم صباحيان كاردا صار صارسة
dadno suntiba ku hareysa dadno qof wuxuu noqonayaa qof markii hore yani dareenka kulumayo oo garaadkii siilumayo marka damana koomu galiya marka dadno dhimanaya sidaasi bii yani haday bataana khatar u yihiin haday aadana waa khatar walil maay hadoo biihu fawaid waxa leeyahay khatar ukhra kale lin insaan bini aadanka waxtar kale u leeyihiin oo la tucadu ala tarin karin fahuwa isagu yastaqdimu qofka bini aadanka ama bini aadanku wuxuu adeegsadaa biyaha fi nadaafati shirka iyo dhweelka iyo guriga iyo maryaha wax kasta uu ku nadiifiya iyo weeradaadi qidaa cuntadan uu ku sameysta ku karsada cuntada wa tanaawulhi tacaamuhu markuu cuntada cunaya biyuu ku cunaa ku caba kama degay raashin qalalayn wa fi sinaacaatihi warshadaha markuu samaynayana wuxuu ku sameeyaa waa biyo alatii warshadahaasoo laa takaadu aanu uga dhowaan karin bayadu tastarni inay ka maaranto ixdaaha warshad kalihi cani lmaai biyoba kama maaranta gebigajo mashiin aan biyo u baahnaynba ma shiruuc markay warshada noqotona waa mashiino waaweyn wuxuu isticmaalayaa markaa biyo badan wa fii intiqaalihi markuu qofku marayo fi lanhaari webiyada walbixaari iyo badaha walmuxiitaat iyadana wuu baahan yahay waxa weeye maxaa adduun isaga gudubtaa ee iskaga gooshtaa maraakibtu maxay maraan beriga ma mari karaan hawadana ma mari karaan waxa maraan waa biyo waxa waa biyo dhexdood waxa ugu weyn ee adduunyada waxay isugu gudbisay hadday tahay badeecad hadday tahay wax kasta waa badda gudixida ugu culusala maraha gaarigu waxba ma qaadi karo marka loo eego maraakibta diyaaradna wax ma qaadi karto gaadiidka ugu culus adduunyada ee isugu mara wax la saara waa baduu maraa isaguna oo waa badaha iyo badaha waaweyn walmuxiitaat yani muxiitaadka waaweyn maarata badaha kuwa sii waaweyn balina taariikha taariikhdu iyo soo jire yani soo yaalka taariikheed yadkur wuxuu sheegayaa oo ku qoran kasiiran in fara badan oo min ambaa'il macaariki ka warramaysa dagaalada wararkii dagaalada adduunyada soo maray dunida alatii taasoo daarat dhacday oo maxay dagaaladaas u dhaceen bisababi biyaha sababtooda biyo in badan in laysku dilay dowladayo shacbiyaba imisa ceel laysku dilay imisa meel laysku qabsaday imisa biyo adduunyada ama qabaayl ha noqdo ama ashkhaas ha noqdo ama dowlad ha noqdo biyaha in badan laysku dilay iyo walxadaaraat wuxuu ka warramayaa ilbaxnimadii iyo dowladihii jiri jiray alatii taasoo isdaarat horumartay bisababi biyo ku horumartay meelaha had iyo jeer webiyada iyo halkay ka bilaabantaa xadaarada ilbaxnimadu webiyada iyo meesha biyaro unbay ka bilaabantaa kama bilaabantaa meeshaan biyaha lahayn iyo badaha iyo meeshii biyarahu watilka latii iyo dowladaha baadat baaba'ay iyo ilbaxnimada baaba'day ayay ka warantaa taariikhdu bisababi faqrihi markii biyo la waayey waxaa jira meelo ay ka bilaabantay xadaaradda ilbaxnimadu oo magaalo laga sameeyey oo waxbarasho laga sameeyey oo ganacsi laga sameeyey oo beero laga sameeyey oo nolol ka hargashay oo biyuhu soo ahaayeen oo markay gubihii gureena wuxuu dhamay baabeen weengegiin oo ama bisabi faqdi ow suuyi tadbiir ama biyo xusuxun loo maamulay oo la hagaajin waayey dabadeedna lagu kala tegay ilbaxnimada gebigeediyo wuxuu wabacda faqdi wabacdu intaa kadib markaan intaa kasoo sheekaynay faqad tabayana lanaa waxa imankay noo caddaaday anal maa ina biyuhu nicmatu nicmo yihiin kabiiratun aad u weyn oo min alla xagga ilahay inooga yimid falmaau biyuhu asrul xayaati noloshaba saldhig bay u yihiin wasiruhaa waaba sirta ku qarsoon baa nolosha gebiga noloshaba walidaa taa daraaddeed yajibu waxa waajiba an nuxaafida inaynu ilaalino calaa haadihi nicmatin nicmadan aynu maaragtay haysano ilahay keenay aynaan meela ka keeni karin baciidan inaynu ka fogeyno min masaadir canta masaadir talawuth meelaha ay ka soo baxaan wasikhow ee wasakhayn kara biyaha waanan ka ilaalino wax wasakheeya aynaan qashin ku tuurin oo aynaan qudhun ku tuurin oo aynaan maaragtay xumaynin almukhtalifati kala duwan qashinku wuu fara badan yahay in laga dhowro weyn wa allaa nasrifa waynaanaan ku talax tegin waynaan ku xadgudbin fi isticmaali markaynu isticmaalaynana biyaha waa inaanu tashiilna waanu dhaqaalaynaa haddaynu ku weysaysanayno haddaynu ku maydhanayno haddaynu beer ku waraabinayno haddaynu cunto ku karinayno haddaynu cabbayno si kastaba waa inaanu ilaalina biyaha in wax lagu ciyaari kara maahe min waxaa qortay min majalat alwacyi alislaamiya majalada laylaaba qortay bu ciwaankan bitasaruf wax yarna waanu ka bedelay tan isticaab waxa weeyaan macnihii la fahmo tadrib waaxid leeliska koowaad ratib isku hagaaji alafkaara talooyinka iyo arrimaha ataaliyata soo socota xasaba wuruudiha see ugu soo aroortay fi nasi hadalkii aynu soo maray see ugu qornayd alafkaar afkaartii waatan dabeedna adigaa isku habaynaya alafkaaru murataba halkan waxaad ku qortaa afkaartu isku hagaagsan waaxid tawaasunulmaa isu dheelitiraanta biyuhu daqiiqun waa mid xeeldheer fi jismi linsaan qofka bini aadamka ah biyaha jirkiisa ku jiraa way isu dheelitiran yihiin biyaha soo gelaya iyo kuwa ka baxaya kuwa uu cabayo iyo kuwa uu kaajaya maalan waa isu dheelitiran yihiin
نرى رسالك أبنه ب هناك مسادرو هل كان واحد شراء الدنيا ذا إيره إيره ثلاثة صدحة ويحصل وكهره منها يضع الإنسان بيهو الإنسان قفوا على ما بيها وكهره أي كلام بدوا بيها يسار وافق قاضني من نوع تضع عنيه من نوع شركة شقديسة أي كسر رح بحضر جيم الماء عنصر بيهو وغضب وشيء مهم مضنا وين له لكل الكائنات الحية حياتي شيء كسر نول أن في كل شيء بيهو حقول ليه يحط درته وحقول ليه وحقول ليه مهمة أنا تلمام كريم دال تبدأوا بالعلاقة قصة الماء شاكتها كل سابسين بيها مع الإنسان مركب بناء أنك يبيها اللي وهو سواء نطفة عن روفة ومنئة وأنولي والكهولية دي قرين أيو بيها حيوان كليلان منويقه وكل أحد طبارنا يا إيه وكاو برمي دون وقف هذه كلمة شرية هذا اللي بيها سيئة كل أحد تجيب واحد واجبة المحافظة تين إلاليو لغا إلاليو على الماء بيها من مسادر التلوثي ما يراها بيها وسخية يوح يابها وسخدو كتماتو لغا دور وحشيش يقش كلي قفقي واو تتفاوت ويك الدوان تاي نسبة الماء بيها حد جبيه في الكائنات الحية وحيابها النول أنت شركه ده بيكون شيء تأسفه ده بدمها وقارنا ويكويرين قارنا ويكوبدين صار يحكم صوت سالي جيس كذا سوق الحوار كبحة يعدي بناء كطالة حيوان كبو كطالة هي مارتي تمها قوقلة بيها كل شيء ويك ويرين أما بدنا مرها هذا سيدقرت يقلي دي حلمت كا قيام وكل شيء لا كويرين قارنا بيها أيها خبطن مركه ويك الاسكو ده بدمها تدريب ثاني غير الكلمات واي مسكو هذا بين العنوان هل كدقة كوية الله في ألف والفقرة تدعى هي هذا الكلام في بقى كوية الله تاني العنوان ويكازن وحوية الرقم والفقرة رقم كنوة لقو قري قصة طويلة شيخة دير ميال بقى كو قريد فقرة دي كو قريد نمبر كايتال كان كو قريبو كليا كتال بوقي دي بقو نقطو أخريو فقرة واحدة يا هذا ميال كستو تشوكسي أه وهذا الكستاغو أوردي بعلا ديقو بقى توازن الماء اسود اللي ترنان تكاد حيسا بيها فريشيس بتشيلك كوتشلا وقوة بحية إلى جهاز سادرات يواردات كجلية ويسود اللي ترنادان وعني بيوه شركة كويران كنا بطن مركز تين تساعد كشركة سيدينية هاي قبض هاي قو قمانسة هاي قمانسة بيه كبطن إنتو شركة بحنا با شركة كل عاي لأنه بيوه سودينية قشنة ويسو قدير جيم نسبة الماء بيه حدق بيوه كتشرة في الأجسام الحية شركة وحيابها نور حد يقول شركة لبضان إذا ما حدث سؤالك تا وزير إيسا فقرية للدعون الخاتمة قبل حق الدم ما حاكو قرن المحافظة على الماء إن بيها الله إلاليه تاري يدن قر واتيو دمي سبيه ها الماء أصل كل حياة بيه وحي سلقو يهين يقول لك نور الكستو أو شرطة نور الساسي أما بنا هذا نقول شرطة أما ضد أما الدوغة أما الدنيا أما عيوان أما عي واحد وانت ميهات حتى قرتا وحيابها نور بيكو شرين بيها وسلم واو المسادر ثلاثة صدح القطب لقيها ربيها إيغانة الماء استيعاب وفهم قوت ومفردات أريه وتعبيرات هل أبور إيه هندسي صدح حسيس قجرا أولا الاستيعاب مركروا إلا فهمه تدريب واحد ليس الكوبات ضع واحد إكتاء علامة صواب علامة صحرة أو خطأ أما تغلط كدك ثم صحح الخطأ هل قد غلط كارتادغ صح خلق الله إلهي سقا ورى كل الكائنات وحالله واحد شرئ كنول في العالم إلى هاي وحنا أدونك كنا الأرض وحقا أوري من ماء بيو فازوا صحص لحن لقى جوين ماي اثنين كل العلماء علماء الأرض مي يقولون واحد هذان إن الحياة ظاهرة مائية ما كي تعرف كم حنيا نرص وام هاي نقول إن كي حواه حدك نرو درا نقول ما كشيك أتكان كرتا قف نور لقى شيء كين ماي نرص وام حي ولا مين ما كي أقارب أي نور واسي معنوي وتأذى كده نرص لما ثامك نور ناس عتامش تو قف وماس قف وقار نرص نوقار marka aad nool waa maxay qaar baa loo abuuray nolosu daahiratu maayya waa muqaal biye ka sameysan dibigisa nolol waxay weeye muqaal biye ka sameysan qaar baa saayay markay yaani eegeen inaan nolol biye aan nolol suurubin talaata marka kul culimadu halka ayay taa wala qaldiya sawtu waa maxay baad culimadu ku soo maray qayb baa culimadu ku macneysay culimadu maaha al baa daruratu linumuu wa takaafur biyo waxay laga maarmaan yihiin korriinka sheega nool يينو ترمبا لبض هو ضروري وانا سأل صحياتها أربعة لا تختلف نسبة الماء مكلا دوانا هيرك بيها كتر فيش اسم الكائنات الحية شركة وحيا بها النور تاوال قلضية ومقارن وكوري قارن وكبدين خمسة كل العمليات الحيوية شقوينك يها ولها نورولات كدع في الجسم الإنسان شركة بناء آدم كدع
ama ha noqoto dhiifshiidka cuntada iyo burburinteeda ama qashinsaarka ha noqoto ama nafaqada oo la nuugo ha noqoto ama ma tirin kara hawlaha ka dhaca ha noqoto ama neefsiga ha noqoto ama neef qaadashada ha noqoto ama waxa inaan badan oo kale ha noqoto laa tatim ma dhamaystirmi karto lamana fulin karo ilaa fi wujuudul maa in biya la helo mooyaan waa run saasay tahay hataa qofka dib iyo neef ma qaadan karo neefta hawada aanu qaadan karin sita yakhrujul maa jirka waxa ka soo baxa biyo waxa ka soo baxaan jirka minal jismi jirka ka soo baxaan yakhrujul maa biyo waxa ka soo baxaan minal jismi jirka aan dariiqil bool kaadiba kaga ibaadaan markay mana waa sax wal arad waxa ka soo baxaan oo kale ee muxuu aha dhidid wa taab iyo rafaad taab marka ma waa qaldaasi ka wala qaldaya waxa ka soo baxda xagga neefsiga ta afka ka timaadaa ta xagga dama ka timaadaba labada neefoodba qoyaan bay soo saaray iyaguna sabaca yamuutu shakhsu qofku dhiman kara idaa faqad hadu waayo jismu jirkiisu akthara min 10% min alma hadii jirka biisa loogu talagalay lagu talagalay 110 wax ka badan hadu waayo uu geeriyoonaya taasina waa sax halkaas uu ku dhimanaya marka qof oo ma sii noolaan karo tadriib tani leeliska labaad ajibka jawaab biqtisaar si kooban ama yali waxa soo socda waahid limaada yaqul maxay u oranayaan baadh ulama qaar kamid aqoonyahanka culimada ah in li hayata nolosu ظاهره هو موقال جبهيدبا مائيه تنبيه كسبسين waxay u yiraahdeen waxay arkeen wax kasto oo nool oo aan noolaan karin biyalaan itniin kayfa tatamakan say ugu suurta gasha baabula kaaynaad qaar kamid waxyaalaha jira adduunka alhayati ee nool min tahammul aljafaf in ay u dul qaataan qalayl iyo biyalaan oo noolaadaan iyagoo biya cabin duuna ma iyagoo biya aan helin waxay wees aasan dabeedna ma dhaqaaqaan ma dhaqaaqaan wax ma cunaan wax ma cabaan wees aasan dabeedna waxa ilaashadaan biyihii yaraa ee jirkooda ay ilaaliyaan markay deedna biyihii yaraa ma soo baxaan talaata fi ay shayn shaygeeda taqlu nisbatul maa waxa biyuhu ku yarihiin waa maxay waxaa kamid ah cidiyaha kamid biyuhu kuma badna geesaha xayawaanka baxa kamid ah oo biyuhu kuma badna waxaa kamid ah meelaha adag sida digirta iyo baarta galleyda iyo waxa qoyaan ku jira gudaha laakiin uu yariya khamsa mataa tabdaw goormay bilaabantaa qisatul maa sheekada biyaha ku saabsan iyo macalinsaan dadka marka labada la isleego isagoo uurka hooyadii gelin ayuu yahay xayawaan nool oo manida ragga ku jira oo biyo ku dhex dabaalan geemgiisa wada biyaha sita min ayna yaxsulu alinsaan halkuu qofku ka helaa calaa nisbati 86% min xaajati lmaa meeluu ka helaa bashatan soo marnay waxaanu soo marnay wuxuu ka helaa wuxuu ka helaa waynu soo marnay marka labada la isku daro wuxuu ka helaa labada marka la isku daro in meel qulkooda helaa maynaan soo marnay laba meelood buu ka helaa 74 wuxuu ka helaa 74 wuxuu ka helaa biyaha uu cabayo salaaku cabayo 93 wuxuu ka helaa cuntada uu cunayo waxa uu noqonayaa 14 kalena wuxuu ka helaa cuntada dheefshiidka iyo shaqada jirka gudihiisa ka dhacaysa iyo gubitaanka la gubayo maaratay waxyaabaha kala duwan jirka gubayo ayaa biyo kasoo dhex samaysan uumibaa ka samaysan uumigaasaa biyaha wuxuu dhahay bima tashcuru maxaad dareemaysaa idaa faqad haduu waayo jismuka jirkaagu naxwa 1% boqolkiiba hal haduu waayo meelmaa biyuhu u baahnaa jirku maxaad dareemaysaa adama surm iyo haraad ayaad markaa dareemaysaa iyo oom haddii boqolkiiba oo hal dhinaado bima tashcur maxaad dareemaysaa idaa faqad haduu waayo jismuka jirkaagu naxwa 5% min almaa boqolkiiba biyihii loogu talagalay 5% hadday dhilmaan jirku muxuu dareemaa hungurigaa qalaala uu gowracmaa saanta iyo haraguna uu qalalaa dabeedna biyo in lala gaaru noqdaa malkhadar waa maxay halista fiisiyaati kamiyati lmaa halista ka dhalan karta hadday biyaha tiradoodu ku badato filjismi jirka inuu qofku wuxuu noqonayaa marka hore uu noqdo qof caqligiisu lumayo kooma gelaya yacni marka daban koomu gelaya marka daban uu dhimanaya hadday biyo ku bataan oo waxa ka soo bixi waayaya suntii jirka dabeedna uu ku dhimanayaaba 10 hal yumkinu ma suurtagalba an tuduula ila dhacda xarbun dagaal inuu dunyada ka dhaca ma suuragalba bisabab ilmaa biyaha in la isku dilaa ma suuragalba oobala sii shaqeyn waxa dhahaan waxa xarbul miyah waxa iman doona dagaal biyaha sababtooda ha waa suuragal horna wuu dhacay imise ceel la isku dilay imise wax la isku qabsaday wuu dhacaa horna wuu dhici karaa waddex daalka arrinta cadde waa saa inu sheegayna waa cadda oo ka dhici karaa alahayn igana siiyo walaaloo mise waa wabilahi towfiq.